نخش على اللي بعده. عندنا زي الفل، عندنا الشكلمة اللي هي جوز الهند وحليب بودر وعسل. تاني الشكلمة ايه هي؟ عبارة عن جوز الهند وحليب بودر وعسل، دي على البارد. حلوة كده السمسمية خلصت زي الفل. ونشيل الحاجة دي من هنا عشان نشتغل في نعم. المقادير على الشاشة، مقادير الشكلمة. جوز الهند تقدر تحط لها شوية فانيليا تبقى طعمها حلو، ومعانا حليب بودر. مقادير ايه معلش؟ ومعانا شوية لوز، أنا عايز أحط شوية لوز على الشكلمة، واتنين بياض بيض في المقادير، وفانيليا وسكر. الله أكبر. أهي دي هنا، اسمحوا لي دي كده أشيلها من هنا. يلا عينيا. حاضر حبيبي. نظافه، البنجر بينزل الميه بتاعته عشان بقى يديني القوام. خلي بالك وده المطلوب، معناته ان الميه تفصل من البنجر كده، انا ضمنت ان الايه الفوليه بتاعتي تشد وتبقى زي الفل. طبيعي خليها هنا برضو، ونشيل كده من هنا. مخرجنا عايز النظافه اول باول. تمام، تعالوا مع بعض نكمل شغلنا في الشكلمة. بنجيب كسرولة، هي في نفس الكسرولة عادي. دي جوز الهند ناعمة، بنحط عليها الحليب البودر. عايزة بطعم الفانيليا بحط شوية فانيليا، بحط عليها شوية سكر بودر. معانا لوز، يا مزاج اللوز، الاولاد بيحبوا الشكلمه، ايه المشكله لما زودتها شويه لوز؟ شكلمه باللوز كله، يلا زي الفل. السكر بتاعنا اخباره ايه؟ نقلب كده زي الفل. انا مخلص زي الفل تمام. باخد من السكر ده كده يا عم الشيف. اللهم صل على النبي. يا ويلي يا ويلي على الشكلمة من ايد المغازي. وعجنها تاني، حليب بودر، جوز الهند، ولوز، وفانيليا. خلي دي على جنب، ونتدخل بالايادي الخشبية. اذا احتاجت شربات نحط شربات. لغاية لما عجنها عجينة حلوة كده زي عجينة التمر، وكورها عندي هنا. عينيا. هنا. زي الفل. هنا هي. بس الفكره عايز اوصلها لحضراتكم عشان نعمل حاجه جديده في حلاوه المول. احنا اتفقنا من بدايه الحلقه الموضوع النهارده مش محمر ومشمر، موضوع فيه شويه خبره طهويه، فيه تجديد، فيه تغيير، فيه اقدم حاجه حلوه لاولادي، فيه ان انا اقدم حلاوه المول لاولادي بشكل جديد. مش مطلوب منك تعملي كل ده على فكره، مطلوب منك تعملي واحد بس، صنف واحد من ده بس، تبقى عندك افكار كده حلوه. دي الشكلمة على البارد، بيسموها على البارد يعني ايه؟ الشربات نازل سخن على الحليب البودر، ونازل سخن على جوز الهند، ونازل سخن على الفانيليا وجوز الهند. عجينها بايديا بقى. لغايه لما تتكور معايا. سخنه يا ويلي. الله، ولادك هياكلوا منها يدعوا لك. طعم الفانيليا رهيب في مناخيره والله العظيم، حاجه حلوه قوي. وفيها جوز الهند. وفيها زبيب، ممكن نحط زبيب. شفت الشكلمه بتاعت المغازي اهي؟ دي لما تبرد بقى اتفرج عليها. احطها فين بقى؟ هنا. الله، ممكن تحط فستق حلبي جواها، جوه الخلطه مكان اللوز. ممكن تحط فول سوداني، ما عنديش فستق احط فول سوداني. وعملت حلاوه المولد الشكلمه باللوز، حقوق الطبع لدينا وبس. سمسميه عملتها بالكركم، عملتها بالكركم لطيفه وجميله، وعملت كمان الفوليه الجميله بالشمر او بالبرجر بتاعنا عشان ولادنا بيحبوها. تاني نقول افكارنا بسيطه وحلوه بمناسبه المولد النبوي الشريف. بنهني حضراتكم وبنهني كل الساده المشاهدين، وكل عام وحضراتكم بخير من على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه كل يوم من مزبيهم.